صباح الخير عليكم، يوم جديد وصباح جديد. هذا صباح ان شاء الله نكون مستمرين معاكم على مدار 3 ساعات تقريبا، هنتناول فيه العديد والعديد من الفقرات المتنوعه. هيكون معانا اكثر من وقفه حواريه بالاضافه الى اوقاتنا الثابته من قراءه في بلاطه صاحبه الجلاله في ابرز عناوين الصحف المصريه الصادره صباح اليوم، بالاضافه الى تقاريرنا وقفتنا الثابته سواء في اخبار الرياضه او اخبار اقتصاد. صباح الخير للمس. صباح الخير محمد، صباح الخير مشاهدينا. بالفعل نافذه صباحيه بنفتحها على العالم من حولنا، لدينا الكثير من الموضوعات. يمكن هنلقي نظره على محافظه للاسف شهدت على مدار الايام الماضيه احداث مؤسفه ومشهد مؤسف جدا، بالتاكيد محافظه الاسكندريه لما شهدته من موجه طقس سيء ادى الى تعطل كثير من مناحي الحياه هناك. ولكن تبقى مكتبة الإسكندرية صرح ثقافي وعلمي كبير جدا بيشاع نور، وبالرغم من كل الأحداث أو التعطل، تعطل الحياة يمكن إلى حد ما في الإسكندرية بسبب موجة الطقس، إلا ما زالت مكتبة الإسكندرية بتواصل فعاليتها. المكتبة بتستضيف القمة العالمية الرابعة للكتاب تحت عنوان الكتاب والقراءة والتكنولوجيا. بالتأكيد ده مهم جدا لإلقاء الضوء أو لتنشيط السياحة من باب آخر، يعني لما يكون عندنا مؤتمر زي ده بيكون عندنا ضيوف، بيكون عندنا حضور، بالتأكيد احنا محتاجين مثل هذه المؤتمرات، محتاجين لفكرة المؤتمرات، فكرة المهرجانات اللي احنا نستضيفها سواء في شرم الشيخ، في الغردقة، في اسكندرية، في الأماكن السياحية اللي موجودة لينا، إن هي بتنقل صورة مختلفة عن مصر، وأيضا بتكون فرصة لتنشيط السياحة. لسه في الإسكندرية وإحنا زي ما كانت بتتكلم لميس، كان في عصير ونوات في اسكندريه، ويمكن مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتنشر صور للاحداث، البعض منها في طرافه والبعض الاخر بيحمل العديد من الماساه. في ناس بسطاء واصحاب اراضي، اراضيهم اتخربت، بيوتهم اتخربت. لكن امبارح تم وضع نقاط الحروف، السيد الرئيس قام بزياره هامه جدا للاسكندريه وايضا البحيره، وتم تخصيص مليار جنيه لمعالجات شبكات الصرف الصحي ان شاء الله بالاسكندريه تم العمل فيها وتكون نقطة من أول السطر، ما حصلش كده تاني في اسكندرية. يعني هو على الأسف على ما يبدو أن كان أساس المشكلة أو جزء كبير جدا من المشكلة كانت متعلقة بشبكات الصرف الصحي، على ما يبدو أن يعني المشهد الأولي أو النتائج الأولية بتشير إلى أن في إطار عمليات الإنشاء والتطوير اللي كانت بتحدث في كورنيش اسكندرية وفي بعض الشوارع، للأسف كانت هناك أخطاء فنية كبيرة جدا فيما يتعلق بسد شبكات صرف الصحي، وأنها كمان ما كانتش متحملة كم الأعباء بعد زيادة البقعة السكانية وزيادة المساكن، فما كانتش قادرة تتحمل هذا العبء الكبير. لأن احنا للأسف يعني احنا شفنا اسكندرية تحديدا يعني محافظة ساحلية مرت بالكثير من موجات الطقس السيء، واحنا لسه كمان ما دخلناش في الشتاء والنوات، لكن الحقيقة عمرنا ما شفنا كورنيش اسكندرية كده. فعلى ما يبدو ان في خطة عاجلة لإعادة النظر في شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار. إنجاز آخر وبارقة أمل وضوء آخر بنشهده هذه المرة إنجاز رياضي، مصر بتنجح في استضافة كأس العالم لكرة اليد. إن شاء الله يكون حدث عالمي وحدث يكون فيه العديد والعديد من الرسائل الطيبة سواء للداخل المصري أو للخارج. إن شاء الله نكون على أتم الاستعداد ويطلع استضافة مصر بهذا الحدث بما يليق باسم مصر إن شاء الله. ونكرر برضو عن نطاق الاهتمام بكرة القدم فقط، يعني مصر فيها رياضات كثيرة جدا وفيها أسماء بارزة ولامعة بيحققوا بطولات، بس للأسف ما بيتمش الاهتمام بيهم، يعني بيقتصر الموضوع على استضافة هؤلاء الأبطال في بعض البرامج التلفزيونية حين عودتهم من هذه البطولات، وبينتهي الأمر عند هذا الحد. طيب احنا لسه معانا في الرياضة أو الرياضة الصباحية على الأقل، هنقف وقفة مع مجموعة من التمارين الصباحية نبدأ بها اليوم. Oh!
الناس اللي بتشوفنا النهارده جايين لكم بتمرينات جديده. استنونا بعد الفاصل. رجعنا تاني وهنبتدي النهارده نعمل تمارين متقدمه شويه فيها حركه اكتر من التمارين اللي احنا معتادين عليها. نبتدي ان احنا نشتغل تمرين الضغط بس بشكل مختلف. تعالوا نشوف ازاي. هنبدا مع بعض نعمله بالوزن زي ما احنا شايفين وبنرجع تاني. والشكل ده من التمرين اسمه كلايومتريك او التمرينات اللي فيها ارتداد، فده بيبتدي ان هو يقوي حاجه اسمها الباور او القدره العضليه. عدى هي مستريح. نبتدي نشتغل عضلات التراي بوزن الجسم. عضلات التراي هي العضلات الخلفيه في الذراع. ونبتدي نشتغل مع بعض. هي 2 3 4 5 6 بروف 7 8. ممتاز. هنشتغل بقى العضلات البطن. نبتدي ان احنا ننام على ظهرنا وهنشتغل الاجنب تبادل. 1 بروف. زي ما احنا شايفين احنا بنشتغل ايد مع الرجل المخالفه ليها او المعاكسه ليها. 3 هايل. 5 6 7 8. ممتاز. نرجع نكرر تمريننا تاني. نرجع لتمرين الضغط. واحد 2 3 4 5 6 7 8. هايل هايل. نرجع تاني نشتغل التراي. 1 2 3 4 5 6 7 8. هايل. واحد نعكس 2 هاي 3 كرر 4 5 6 بروف 7 آخر مرة 8 استريح. اوكي. نبتدي نعمل إطالات لعضلات التراي. بنبدل على الإيد التانية. نشتغل عضلات الصدر. بنشبك ايدينا من ورا جسمنا وبنرجع بأكتافنا لورا على قد ما نقدر. بننام على بطننا على المات ونعمل عضلات لعضلات البطن. هايل جدا. ناخد نفسنا ونستريح.
كده بكون خلصت تمريننا ونشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله. مرحبا بكم مرة تانية. زي ما عودناكم هيكون معانا خلال حتى موجز انباء الثامنة يكون معانا مجموعة من أهم وأبرز الأخبار الاقتصادية الرياضية السياسية هنتجول فيها معكم. منذ أن قامت بريطانيا وبعض الدول بتعليق رحلتها إلى مدينة شرم الشيخ ومواقع التواصل الاجتماعي سواء من المصريين أو غير المصريين كان فيها انتفاضة غير عادية. البعض الكثيرين كان بيتمسكوا بان محدش او الكل محدش هيقدر يرقع مصر. حسينا بان في شبه مؤامرة على الداخل المصري. البعض بدأ ينادى بيدعو المصريين والعرب ان هم يقوموا بزيارات الى مدينة شرم الشيخ. واحنا من هنا برضو بنقول ان احنا ان شاء الله كل المصريين الموجودين في الدول العربية نتمنى ان نكون اجازاتهم للداخل المصري خلال الفترة القادمة لدعم السياحة بالاخص دعم مدينة شرم الشيخ. بالامس الى مطار الغردقة وصلت 82 طائرة دولية من مختلف المطارات الاوروبية بتقل على متنها قرابة 11,000 سائح من مختلف الجنسيات. الحقيقة مسؤول بمطار الغردقة صرح بان جميع رحلات السفر والوصول بتسير بشكل طبيعي ومنتظم وبيواصل السائحين الاستمتاع باجازاتهم رغم قرار بريطانيا وروسيا تعليق هذه الرحلات الجويه. نظره على مطار الغردقه. تحت شمس مصر الدافئه يواصل سياح من بريطانيا وروسيا الاستمتاع باجازاتهم في شرم الشيخ على الرغم من قرار البلدين تعليق الرحلات الجويه لمخاوف تتعلق بالسلامه. وقال سياح من كلا البلدين إنهم يشعرون بالأمان في شرم الشيخ نظرا لعدم وجود ما يهدد سلامتهم. لا أشعر أن علينا مغادرة شرم الشيخ. أعتقد أنه رد فعل مبالغ فيه لأنني شخصيا أشعر بالأمان هنا. لا يوجد أي نوع من التهديد في شرم الشيخ. السائحون أضافوا أنهم سيواصلون قضاء عطلاتهم في شرم الشيخ برغم قيود فرضتها حكوماتهم على السفر. شرم الشيخ روشا ينستر. أنا سعيد بأجازتي في شرم الشيخ ولن أعود مطلقا. أنا غير سعيد لأن سياحا آخرين لن يتمكنوا من قضاء إجازتهم هنا بسبب قيود الطيران ولكني لن أعود إلى روسيا مطلقا. يأتي هذا في حين عاد إلى بريطانيا نحو 2000 سائح بريطاني ما رفع عدد العائدين إلى 3500 من إجمالي نحو 20,000 بريطاني يمضون عطلاتهم في شرم الشيخ وفق ما أفاد مسؤولون في مجال النقل الجوي. من جانبها أرسلت موسكو 44 طائرة فارغة إلى شرم الشيخ والغردقة حيث ما زال هناك نحو 78,000 سائح روسي في حين أكدت شركات السياحة أن الروس الذين غادروا البلاد انتهت فترات إقامتهم السياحية. كان اتحاد الصناعات السياحية الروسية قد أكد على أن السائحين الروس لن يتم إجبارهم على المغادرة فورا وأن الطائرات التي تتيحها الشركات الروسية لمن يرغب فقط في العودة ولمن انتهت مدة إقامتهم. ألمانيا كانت أكثر تحفظا في سياساتها السياحية وأكدت أنها ما زالت تنتظر نتائج التحقيقات الجارية حول أسباب تحطم الطائرة الروسية مشيرة إلى أنه لم يتم تغيير نشرة السفر الخاصة بالسائحين الألمان إلى مصر حتى الآن لحين الإعلان عن نتائج التحقيقات. التعامل مع تبعات قرار تعليق بريطانيا وروسيا لرحلتهم الى شرم الشيخ ابتدى في تحرر حكومي التعامل معاه زي ما احنا كنا شايفين. التأكيد ان على وجود السياح سواء في شرم الشيخ او الغردقة هناك ايضا تحركات اخرى بدعوة لإقامة معارض مؤتمرات حفلات غنائية في مدينة شرم الشيخ
بالإضافة لتحرك آخر وهو التحرك على مستوى تشكيل إدارة للتعامل مع الأزمة، ودي اللي قامت بيها واللي ترأسها بالأمس الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، ترأس لجنة الأزمات واللي بتضم عدد من قيادات الوزارة، هيئة تنشيط السياحة، رئيس اتحاد الغرف السياحية، رؤساء الغرف السياحية للتباحث حول التعامل مع الأزمة الحالية وكيفية التعامل معها وتنشيط المجال السياحي في مصر. الوزير الحقيقة أشار إلى أن خطة التحرك الحالية هتستهدف في المقام الأول الوقوف بجانب القطاع السياحي الخاص، إعادة صياغة الرسالة الموجهة للخارج في ظل الظروف الراهنة. شدد أيضا على أهمية السياحة العربية كمكون أساسي في العملية السياحية، كذلك سياحة الجذور للجاليات المصرية بالخارج، دعوتهم لزيارة مصر، ولفت أيضا إلى أهمية الاستمرار في المبادرات الهادفة لتنشيط السياحة الداخلية، لأن للأسف إحنا يمكن زي ما ذكرنا مرارا وتكرارا أن قطاع السياحة شهد أزمات كبيرة جدا على مدار السنوات الماضية، محتاج إعادة تنشيط، محتاج أيضا إعادة تنشيط في الخارج، المشاركة. بس الحقيقة وزارة السياحة بتقوم بهذا الدور على أكمل وجه، المشاركة في الكثير من المهرجانات والفعاليات العالمية، وأعتقد كان آخرها بورصة السياحة في لندن، والحقيقة حقق الجناح المصري نجاحات كبيرة جدا، أو عادة بيحقق نجاحات كبيرة جدا. الحقيقة دايما الجناح المصري بيلقى استحسان وقبول وتردد من قبل الحضارة المصرية فرض نفسها يعني الحضارة. بس احنا يعني محتاجين من شركة الطيران وشركات الطيران ان هم يخفضوا أسعار الطيران للسياحة الداخلية، يعني بنحس ان اسعار الطيران كبيره جدا، ويمكن ما بقاش فيها مقارنه كبيره بين اسعار الطيران اللي انت تروح شرم الشيخ او الاقصر او اسوان واللي انت تسافر مكان بره مصر، الفرق مش كبير جدا، ودوت يعني محتاجين اسعار تشجع المصريين. كمان في يعني مناطق جذب سياحيه كتيره جدا الحقيقه في مصر، يعني من ضمن المبادرات اللي كانت معموله على مواقع التواصل الاجتماعي الهاشتاجز اللي كانت معموله ان مصر مش بس شرم الشيخ وان فيها اماكن كتيره جدا الحقيقه. ودوت اللي بيستقبلوا بالامس مطار القاهرة الدولي استقبل فوجين صينيين من يضمان 410 سائح جايين من الصين لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية في مصر. زي ما قالت لميس، هي مش مصر شرم الشيخ بس، الحمد لله احنا ربنا مدينا مميزات سياحية كثيرة، عندنا سياحة أثرية، سياحة شواطئ، سياحة علاجية. بالتأكيد. طيب الحقيقة المناطق الأثرية محافظة الأقصر استقبلت وفود سياحية أيضا روسية بتضم 400 سائح روسي و1450 من جنسيات أخرى. وأوضح مصطفى وزيري مدير عام منطقة أثار الأقصر أن الحركة السياحية بالمناطق الأثرية في المحافظة بتسير بشكل طبيعي كما معتاد، ولم تتأثر بحادث سقوط الطائرة الروسية ولا تداعياتها. والحقيقة يعني في إطار الكلام واللغط الكبير اللي كان بيدور حول تداعيات هذا الحادث، بالتأكيد من حق كل دولة أنها تأمن مواطنيها خارج حدود أراضيها، ولكن خلونا نتذكر مع بعض الكثير من الحوادث المتعلقة سواء حوادث إرهابية أو حوادث طائرات لم تثبت حتى الآن الأسباب وراءها. كان الغريب في الموضوع واللافت أن كثير من الخبراء والمحللين علقوا أن ما كانش قبل كده هذا أو هذه الخطوة السريعة في اتخاذ القرارات الخاصة بتعليق السفر. وهنطلع معاكم ونشوف اخبار واحوال الطقس مع دكتور احمد عبد العال الخبير بهيئة الارصاد الجوية. صباح خير يا دكتور. صباح الخير. يعني بنتكلم على الطقس الفترة اللي جاية ان شاء الله، كنا بنشهد كام يوم اللي فاتوا امطار. نعم ان شاء الله اعتبارا من اليوم هيكون الطقس معتدل بالنسبة للحرارة على الساحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وان كانت الفرصة ما زالت مهيئة لسقوط الامطار على السواحل الشمالية تكون متوسطة وتصل الى الوجه البحري واقع خفيفة. اما بالنسبة من غدا ان شاء الله تبدأ الاحوال الجوية تتحسن حتى يوم الجمعة القادم ان شاء الله. بعد يوم الجمعة دكتور هيكون خرائط جديدة ظهرت، هنقدر نقول لكم ان شاء الله ايه اللي هيتم. تمام. طيب حضرتك بتنصح الناس بايه في هذه الفترة اللي اعتدنا فيها على التقلبات الجوية العنيفة يمكن في بعض الاحيان؟ طبعا هو احنا لو بصينا
عندنا لدرجات الحرارة الصغرى نجد انها تصل في بعض الاحيان الى 14 درجة، وده بيستلزم مننا ان اي واحد يرجع في متأخر في الليل متأخر او يخرج في الصباح الباكر ان بيكون معاه جاكيت علشان يكون الجو برد، وحتى بالنهار درجات الحرارة بتوصل الى 24 و25 ما تعتبرش حر، يعني ممكن يلبس ملابس خريفية تقدر تقي برضو من حالة الجو. طب المدن الساحلية دكتور هل ممكن تشهد برضو هيستمر معها حالة الطقس السيء؟ اسكندرية، البحيرة، المناطق الساحلية دي يا فندم. بالنسبة للشتاء انت بتتكلم؟ بكلم في اسكندرية المناطق الساحلية وسواء في الدلتا بقى البحيرة او كده او المحافظات الداخلية زي البحيرة، هل برضو ممكن هتشهد حالة من الطقس السيء ولا في استقرار بالنسبة لها في الطقس؟ طبعا احنا بالنسبة لفصل الخريف اللي احنا ما زلنا فيه واللي هينتهي يوم 21 ديسمبر، ده بيعتبر من الفصول المتقلبة اللي بيحدث فيه الظواهر الجوية بيكون شديدة وسريعة، فاحنا ممكن من المتوقع ان يحدث امطار مرة اخرى خلال هذا الشهر، اما بالنسبة لفصل الشتاء فاحنا حتى الان لا يستطيع اي حد ان هو يتنبأ بما يحدث في فصل الشتاء، لان كل ما تطول فترة التنبؤ كل ما تقل مصداقية. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. فصل قصير. نظرة على أحوال الجو أيضا ولكن من خلال درجات الحرارة. مرحبا بكم مرة تانية. يمكن الفترة اللي فاتت أحوال الطقس، حادثة الطيارة الروسية، يمكن نسيتنا إن إحنا عندنا انتخابات وعندنا انتخابات برلمانية، يمكن شوارع القاهرة بتختفي وسط الإعلانات الضخمة اللي بيتم بنشوفها في شوارع القاهرة استعدادا للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المصرية.
كان بالامس في البرلمان بيتم تجربه هي الاولى من نوعها داخل البرلمان المصري، وهي موضوع التصويت الالكتروني. الشركه المنفذه للتصويت الالكتروني بمجلس النواب اجرت بالامس اولى تجارب هذا النظام، وتم من خلالها التحقق من ان الخيارات اللي هتكون للنائب بيصوت عليها متاحه ليه وشغاله على اكمل وجه. يبدو ان هذه التجربه بالتاكيد كانت مفيده، لان كان هناك بعض الملاحظات من وزير الشؤون القانونيه ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، ابدى بعض الملحوظات، طالب بادخال بعض التعديلات التقنيه على النظام. ده كان الحقيقه بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وايضا بالتاكيد ممثلين عن الشركه المنفذه حتى يتم تنفيذ هذه التعديلات ويخرج هذا النظام على الوجه الامثل. في اطار استعدادات مجلس النواب لاستقبال الاعضاء الجدد وعقد البرلمان بكامل هيئته، قامت الأمانة العامة للمجلس بإجراء تجربة على نظام التصويت الإلكتروني الذي من شأنه تنظيم العمل خلال الجلسات. التجربة النهاردة كانت في حضور معالي وزير الاتصالات ومعالي وزير الشؤون القانونية، تجربة ناجحة فيها ملاحظات وده أمر طبيعي جدا، بس ملاحظات غير مؤثرة خالص على نجاح فكرة التصويت الإلكتروني من أصله. هي مجرد يعني ضبط حاجات في البرنامج اللي هي سرعة استجابة النظام لطلب الكلمة. وزير الشؤون القانونية ووزير الاتصالات أعربوا عن سعادتهم لاعتمادهم أحدث طرق التصويت الإلكتروني في العالم. طبعا أنا النهاردة قاعد جديد يجب يقوم على الصدق والأمانة، والبرلمان هنا وله للشعب مش لأي حد، فطبعا التصويت هنا لازم يكون حقيقي يعبر عما يحقره في المجلس. الأغلبية مظبوطة، الممتعين مظبوطين، الموافق لا، يعني كل ده يبقى واضح للشعب. دي نوع من الشفافية يجب أن تسود العمل البرلماني. الحقيقة النظام هو نظام هو الأول من نوعه في مصر، ونظام نأمل بأنه يتكرر في أماكن أخرى. الحضور أشاروا إلى أنه لم يتبقى سوى بعض الأجهزة الخاصة بالنواب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكدوا على ضرورة تلافي السلبيات التي تم ملاحظتها أثناء التجربة في أسرع وقت ممكن. إضافة التصويت الإلكتروني للبرلمان الجديد ربما يسهم في تسريع نظر البرلمان لعدد كبير من القوانين التي تم إصدارها قبل تشكيله، وبالتالي سيتمكن البرلمان من مناقشة العديد من القضايا الأخرى التي لا تقل أهمية عن تلك القوانين. عمرو عبد العزيز، النيل. يمكن النظام دوت يلغي موضوع الموافقه اللي كانت رافع الايدي بقى والكلام ده. احنا دايما بنتكلم ان احنا يبقى نفسنا عندنا شبكه طرق زي ما بنشوف في الدول الغربيه، شبكه طرق متكامله، يعني من مطار لمترو لنقل نهري لقطارات لاتوبيسات. ديت منظومه بتكون تشهدها كثير من الدول المتقدمه، ان بيكون في شبكه طرق كلها بتكمل بعض. الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات كشف عن استراتيجيه للتكامل بين وسائط النقل المختلفه من خلال ربط المواني البحريه والمراكز اللوجستيه بشبكه طرق وخطوط سكك حديديه وايضا نقل نهري. الملتقى مؤتمر مصر الدولي للخدمات اللوجستية أكد أن مصر بتسعى لدعم هذه الشبكة إقليميا بربطها مع دول حوض النيل. ده هيكون من خلال مشروع خط الملاحة لبحيرة فيكتوريا، وأيضا عالميا عبر مشروع الطرق الملاحية السريعة مع أيضا دول أوروبا. في خطوة جديدة نحو مستقبل أفضل، انطلقت فعاليات ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في مصر وخارجها وأصحاب القرار في الشركات الاستثمارية العالمية من مختلف القطاعات، إضافة إلى البنوك وشركات التأمين. مصر هبة الموقع، والموقع هنا باللغة الحديثة يعني اللوجستيات، وبالتالي نتعامل مؤتمر بالحجم ده جوه مصر احنا مرتبين له يمكن من شهور طويلة جدا عشان يجي ناس من مناطق كتيرة جدا مهتمين بصناعة اللوجستيات بصفة عامة، وان احنا ازاي نقدر نروج لمصر باعتبارها محور ونقطة محورية. يهدف الملتقى إلى تعريف المستثمرين بالمناخ الاقتصادي داخل مصر واتجاهات السياسة الاستثمارية وفرص الاستثمار داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
بعمل يعني هدفين اتنين، هدف ان انا اطمن القائمين والمستثمرين والناقلين على ماذا تفعله الحكومة من اجل النهوض بالصناعة. الهدف الثاني ان انا اروج للاستثمار في صناعة النقل. نحن نلقي الضوء على اهمية اللوجستيات على مستوى مصر وعلى مستوى الاقليمي، يعني ربط الاقليم سواء افريقيا او شرق الاوسط او جنوب شرق اسيا او اوروبا او غرب اوروبا او امريكا او كل المناطق المهمه جدا اللي هي بتعدي عندنا من خلال قناه السويس. الملتقى ناقش ايضا عددا من القضايا والموضوعات المهمه التي تتعلق بمصر كمحور لوجستي يخدم العالم من خلال تنميه حركه التجاره العربيه والافريقيه. مصر محور لوجستي تجاري صناعي عالمي يهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين بطبيعة المناخ الاقتصادي داخل مصر من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب. من داخل ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية، علي فتحي، النيل. وزارة التربية والتعليم. قطاع مهم جدا الحقيقة، قطاع التعليم شهد الكثير والكثير من المشاكل على مر السنوات الماضية. الحقيقة العملية التعليمية برمتها محتاجة إلى إعادة نظر بكافة عناصرها، يعني المدرس في الكثير من الأوقات بيبقى محتاج تأهيل طبعا ليه مطالب وعليه واجبات إن هو يقوم بها لحين تحقيق هذه المطالب. الأبنية التعليمية، التجهيزات المتعلقة بالأبنية التعليمية والفصول وما إلى ذلك، وأيضا الطالب محتاج ليمكن نظام وصرامة في التعامل في كثير من الأحيان. حي وزير التربية والتعليم الهلال الشربيني قال في مؤتمر صحفي عقده بالأمس إن هناك حاجة إلى 53 ألف فصل دراسي إضافي للقضاء على أزمة الكثافة الطلابية في فصول المدارس التابعة للوزارة حتى يتم الوصول إلى معدل 40 طالب في كل فصل، وكذلك إنهاء العمل بنظام الفترة الثانية في المدارس. يعني هم عايزين يوصلوا 40 طالب، أمال هم الفصول دلوقتي فيها كم طالب؟ ده المعدل، يعني هم المعدل هم عايزين يوصلوا. يمكن خلينا نشوف. الوزير اعترف ان هناك الكثير من المشاكل المتراكمه ومشكلات ايضا مستجده في العمليه التعليميه، بس اللي احنا عايزين نتمنى ان احنا نتعامل مع جذور المشكله، ما نتعاملش مع الظواهر بتاعه المشكله، مش في مجرد ان احنا ننزل بعدد الطلاب ال40 زي ما بتقول لميس، او ان احنا نبيض الفصول نبيض المدارس. احنا محتاجين تغيير الفكره، مش اماكن. الفكره اعاده نظر ايضا في المناهج، دي من ضمن العناصر المهمه جدا. صحيح، خلينا نتابع هذا التقرير. لعرض ما تم انجازه وخطه وزاره التربيه والتعليم في العام الدراسي 2015-2016، عقد وزير التربيه والتعليم مؤتمرا صحفيا شرح فيه خطط الوزاره المستقبليه لتطوير التعليم وحل مشكلاته. بداية احنا اطلعنا على كل المجهودات اللي اتعملت في الوزارة في الفترات السابقة في وجود زملاء وزراء اخرين سبقونا وقدموا بعض الجهود احنا اطلعنا عليها، وبالتالي البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه ده او التصور اللي احنا بنتكلم عليه ده ما حطناش برضه من فراغ، ولكن ظهور ما تم انجازه من قبل من جهود، وايضا ظهور الوزارة في الفترة الحالية واحنا معاها. وحول بحث الوزارة كيفية تأمين الامتحانات وضبطها، أوضح الوزير تحركات الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات منها وزارة الاتصالات لبحث السبل لضبط الامتحانات. تواصلنا مع وزارة الاتصالات وعملنا معاهم لقاءات، لقاء تم قبل كده وأيضا عندنا لقاء هيتم معاهم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم الساعة 8:30 صباحا. احنا والخبراء بتوعنا والخبراء بتوعهم هنقعد مع بعض يمكن نصل الى تصورات معينة نطبقها في اجراء الامتحانات بتاعتنا بحيث يبقى عندنا امتحانات امنة وسليمة ومنضبطة. اكد ايضا على اهمية القنوات التعليمية ودورها في التعليم وتواصله مع التلفزيون المصري لتطوير القنوات في الفترة القادمة. من الحاجات الكويسة ايضا ان القناة التعليمية بشكلها الجديد ومن خلال ايضا تفاهم جديد مع التلفزيون، القناه بدات عملها بالامس، جاري طبعا ان احنا تزودهم بالناس اللي هيدرسوا في هذه القناه. شكل القناه السنه دي مختلف لان في تفاعل وتواصل بين المعلم والطالب، وفي عدد من التليفونات المتاحه يستطيع الطالب ان يتواصل مع المعلم ويساله
واللي هو مش فاهمه يتفاهم معاه فيه أو يناقشه فيه. وحول المناهج الدراسية أكد الوزير أنه جاري بحث تجارب عدد من الدول مثل إنجلترا واليابان في تطوير المناهج الدراسية وكيفية وضع مناهج متطورة تواكب المرحلة القادمة وتصنع أجيال قادرة على المساهمة في المجتمع. منذر أبو دوح، النيل. يمكن مش بعيد عن حقوق الطفل في التعليم، يمكن ده مطلب أساسي من حقوق الإنسان وحقوق الطفل. ورشة عمل تم عقدها أو عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان بتحت عنوان تحديات حقوق الطفل في مصر، وذلك في إطار سعي المجلس للوصول لرؤية حول حالة حقوق الطفل ومنها بالتأكيد الحق في التعليم الجيد. بالتأكيد الورشة أكدت أو ركزت على تحديد المشكلات التحديات اللي بتواجه حقوق الطفل بشكل عام، تناولت الإطار القانوني لهذه القضية، كيفية تطبيق القانون لحماية الطفل. نحن يعني بنشوف مظاهر كثيرة جدا من انتهاكات للطفولة فيما يتعلق بالكثير من حقوقهم الحياة، الحق في التعليم، الحق في أماكن يلعبوا فيها في الكثير من المناطق، يمكن المناطق العشوائية أيضا. قصة عمالة الأطفال دي برضو مشكلة في الكثير من الأماكن، فبالتأكيد يجب أن يتم وضع إطار قانوني لهذه المشاكل. للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق معايير حقوق الطفل في مصر وتوفير الحماية اللازمة للأطفال، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان تحديات حقوق الطفل في مصر. مر ربع قرن على الموافقة على الاتفاقية اللي وقعت عليها مصر، فإحنا كنا شايفين إن مهم قوي إن إحنا نفعل الاتفاقية، وما نفعلهاش من خلال الأوراق المكتوبة ولا المقروءة، وإنما من خلال ورشة عمل يمثل فيها المجتمع المدني، يمثل فيها والهيئات التنفيذية أيضا تمثل فيها. موجودين في الورشة دي علشان نناقش عملية حقوق الطفل في مصر بصفة عامة، إذا كانوا أطفال الشوارع أو الأطفال العاديين أو الحماية المفروض تكون متاحة وفقا للقوانين المصرية للأطفال بإذن الله. الورشة ركزت على تحديد المشكلات التي تمس حقوق الطفل لبحث سبل وضع حلول تحمي الطفل من كافة أشكال العنف. بيحاول من خلال ورشة العمل أن يحط إيده على القصور اللي موجود في تطبيق القانون، القصور الموجود في تفعيل سياسات الحماية الخاصة بالأطفال، ثم التشاور مع الأطراف المعنية كلها سواء مجتمع مدني أو جهات حكومية بغرض حماية أو توفير مزيد من الحماية لأطفالنا في هذه المرحلة. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كان موقفها إيجابي في مجال التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عموما وللطفل على وجه خاص، فقد صدقت على اتفاقية حقوق الطفل ضمن الدول العشرين الأوائل على مستوى العالم عام 1989. يعد قانون الطفل المصري واحدا من أهم قوانين الأطفال في العالم العربي، وعليه تعمل الجهات المعنية بشؤون الطفل على رصد العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية للوقوف عليها وتطبيق القانون والنهوض بأوضاع الطفل المصري. بسمة الشاعر، النيل. ومرة تانية هنخرج إلى الشارع ومعانا المقدم محمد البنداري المشرف على غرفة عمليات مرور القاهرة. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير يا فندم، معانا حضرتك. طيب النهارده يوم الاثنين، ومتعودين من يوم الاثنين بيبقى دايما بيشهد زحام وتكدس مروري، لو تطمنا حضرتك على حالة الشوارع هذا الصباح. يعني لم نصل حتى الآن للذروة المرتفعة داخل القاهرة، بس هنبتدي بكوبري أكتوبر، احنا عندنا فيه سيد نقل عام معطل، وتحديدا اعلى ميدان العروبه في الاتجاه القادم من مطلع طريق النصر اتجاه مناطق شمال القاهره، فكده احنا بننصح بتغيير المسار القادم من مطلع طريق النصر، يفضل عدم الاستقبال اتجاه مطلع اتجاه اكتوبر، هيبقى عندنا المسطحات افضل حالا. انها بالنسبه للقادم من مناطق مزار القاهره هيتم سلوك مطلع العروبه اتجاه مناطق شمال القاهره، مفيش مشكله. ايضا عندنا في سياره معطله في محور الكورنيش، وتحديدا ما قبل مطلع كوبري الملك صالح في الاتجاه القادم من مناطق المحكمة الدستورية اتجاه مناطق قصر النبي، نتج عنه كثافات مرورية مرتفعة، كده احنا بننصح بتغيير المسار، هيبقى عندنا محور الاتصالات افضل حالا من محور الكورنيش في الاتجاه القادم من مناطق جنوب القاهرة ومتجه لمناطق قصر النبي، يعني فيما عدا ذلك ما عندناش تردد عادية، ما عندناش تحويلات، ما عندناش كثافات مرتفعة حتى هذه اللحظة،
في انتشار مروري لرجال إدارة عامة المرور أو القاهرة لمتابعة تسهيل الحركة المرورية في فترة الصباحية، وإن شاء الله هيتم بدء الحملات لضبط جميع أنواع المخالفات سواء بالنسبة للإنذار الخاطئ، بالنسبة للسرعة، بالنسبة خلفة الإشارة الضوئية، كل جميع أنواع المخالفات يتم الاتصال بها بكل حسم قوة إن شاء الله. طب مش هيتم ما بيتمش التعامل دلوقتي يا فندم مع الأتوبيس العطلان ولا السيارة اللي معطلة في كورنيش النيل؟ ما بيتم استخدامها؟ السيارة المعطلة في محور كورنيش الحمد لله تم الإنتهاء منها، بالنسبة للأتوبيس المعطل حاليا بيتم التعامل معاه. وصول سيارة تابعة لهيئة المال العام بجوار الأتوبيس حاليا وبيتم إصلاح العطل. في ونش عملاق تابع لإدارة عامة المرور القاهرة أيضا تم الوصول مكان الأتوبيس، وبيتم التعامل سواء إصلاح الأتوبيس أو رفع الأتوبيس بناء على كوبري أكتوبر. طب تمام، الطرق السريعة يا فندم بقى، يعني هل الأمور تمام على في الطرق السريعة الدائري المحور؟ يعني بالنسبة للطريق الدائري، بالنسبة للمحور الطريق الزراعي الطريق الصحراوي، يعني الأمور المعتادة يوميا كثافات متوسطة. بيتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لم يتم اختارنا بوجود أي مصادمات ضخيمة أو أي معوقات من شأنها تأثير الحركة المرورية. طيب الحمد لله، نشكرك شكرا جزيلا سيادة المقدم محمد البنداري المشرف على غرفة عمليات مرور القاهرة. كل عشاق الافلام الروائيه الغربيه بقى والاوروبيه هتجيلهم لغايه عندهم ان شاء الله في الدوره الثامنه لبانوراما الفيلم الاوروبي مصر، واللي ان شاء الله تستمر زي من 25 نوفمبر حتى 5 من ديسمبر. وهذا العام بتحقق اللامركزيه في العرض، حيث هيتم عرض 65 فيلم روائي اوروبي في عده مدن مصريه. الحياة دايما هذه البانوراما للأفلام الأوروبية بتلقى قبول كبير جدا ومن قبل الجمهور وعشاق السينما بشكل عام، وبالتأكيد السينما الأوروبية. المخرجة مريان خوري منظمة البانوراما قالت أن الدورة الجديدة هيتم من خلالها عرض 65 فيلم روائي طويل ووثائقي وكلاسيكي، ستقدم إضاءة على سينما البلقان في الذكرى العشرين لنهاية حرب البوسنة والهرسك. أضافت أيضا أن البانوراما ستحقق للمرة الأولى لا مركزية العروض اللي بتستضيفها 9 قاعات في مدن السادس من أكتوبر واسكندرية وطنطا والمنيا، أما القاهرة فهتعرض فيها الأفلام في معهد جوتا والمركز الثقافي الإيطالي وأيضا المركز الثقافي الفرنسي، وهيتم تكريم اسم أحد المخرجين البرتغال اللي توفي في إبريل 2015 بعد أن تجاوز 100 عام. مهم جدا نقطة اللامركزية هذا العام، لأن يمكن الكثير من عشاق السينما متواجدين في الكثير من الأقاليم وفي مدن كثيرة جدا من محافظات مصر، بيبقوا عاشقين ونهيمين جدا هم يتفرجوا على أفلام جاية من برة، ولكن ما بيبقاش ليهم الفرصة ان هم يقدروا يجوا للقاهرة عشان يشاركوا في هذه البانوراما او يقدروا يتفرجوا على أفلام من خلال هذه البانوراما. فقصة ان هذا العام او هذه الدورة هيتم عرض الأفلام خلالها في مدن ومحافظات اخرى، دي نقطة مهمة جدا الحقيقة، الوصول الى الجمهور. يمكن في تونس العام اللي فات كانوا عاملين فكره فريده من نوعها، ان كل الشعب التونسي ينزل يغرز شجره في الارض ويبتدي ان هو يرعاها وياخد باله منها. النهارده العام السنه على التوالي تونس كلها بتحتفل بالعيد الوطني للشجره من خلال غرز الاشجار زي ما قلنا في جميع انحاء البلاد. طيب الحكومه اطلقت المبادره هذا العام لزراعه اكثر من 1,000,000 شجره جديده للمساعده في الحفاظ على البيئه، لان بالتاكيد يعني وظيفه الاشجار ليها وظائف كثيره جدا بيئيه مش بس مشهد جمال. هي مجرد شجره او شجيره، شانها شان اي شجره، لكنها تمثل خطوة على طريق أو بالأحرى حلم، حلم زراعة 500,000 شجرة. للعام الثاني على التوالي تحتفل تونس بالعيد الوطني للشجرة من خلال سلسلة من الفعاليات تستمر أسبوعا لرفع مستوى الوعي الجماهيري بزراعة الأشجار. إنها مبادرة الحكومة التونسية التي تأمل في استزراع 500,000 شجرة في المدارس وأكثر من 1,000,000 أخرى في محيط الملاعب الرياضية والمتنزهات في أنحاء تونس. الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يمد يده ويزرع شجرة. إنه العيد الوطني للشجرة، عيد يثبت أن تونس تعمل من أجل مستقبلها وربما أيضا من أجل العالم كي يكتسي بالأزهار.
في عين مذاكرة على بعد 90 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة، تشرف وزارة الفلاحة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تتولاها إحدى جمعيات المجتمع المدني والتي أطلقت مبادرة تونس الخضراء. المبادرة تهدف لزراعة أكثر من 1,000,000 شجرة في جميع أنحاء البلاد بتكلفة تبلغ 675,000 دولار في غضون 3 سنوات، والهدف هو بناء الوعي ومحاربة التصحر في تونس. المساحات الخضراء لها تأثير مباشر وإيجابي على تغير المناخ. هدفنا هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء من أجل الحد من ظروف التغير المناخي. هو حلم شرف على أن يصبح حقيقة، وكل المشاركين يضعون المستقبل مصب أعينهم برغبة قوية في إعادة استصلاح الأراضي الخضراء التي فقدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. ومن تونس لبيروت، اللي شهدت بالأمس أيضا انطلاق ماراثون بيروت الدولي اللي بيشارك فيه عداؤون يتسابقون لأول مرة. الحقيقة الجميع في هذا الماراثون كان بيدين لسيدة أو العداءة الدولية ألما خضرة، كانت معاهم خطوة بخطوة سواء في عملية التنظيم، في تشجيع يمكن المتسابقين والمشاركين في هذا الماراثون. قد يبدو مشهدا متكررا، سباق عدو عادي، لكن هدف هذا السباق غير عادي. إنه سباق يهدف لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان. الجديد أيضا أن معظم المشاركين في السباق من العدائين المبتدئين، كثيرون سيبذلون جهدا لتسجيل أسمائهم بين الفائزين وتحدي من هو الأفضل. آخرون سيكونون سعداء لمجرد عبور خط النهاية بعد السباق الماراثوني الذي يبلغ طوله نحو 42 كيلومترا. بين هؤلاء من يشارك للمرة الأولى في سباق عدو وقضى شهورا في التدريب قبل أن يأتي إلى هنا. عند خط النهاية يلتقي العداؤون المبتهجون بالسيدة التي وقفت إلى جانبهم طيلة فترة الإعداد، إنها المدربة إلما خضرة. العداءة الدولية إلما خضرة هي واحدة من 5 مدربين في بيروت كرسوا جهودهم لمساعدة العدائين المبتدئين على الوصول إلى مستوى أعلى. إلما تمارس رياضة العدو منذ عام 2005 وخاضت منافسات في أرجاء العالم كافة. بنعلم عدائين يعملوا ماراثون، ده أول مرة بحملتهم مسافة 42 أكيد، وشغلة كتير صعبة للبيجنرز، بس التشالنج انه تحولهم لماراثونرز هيدي شغله كتير حلوه بحد ذاتها. هيدي صارت عم يعدوا بعض يعني. اما ماراثون بيروت الدولي فيعد اقدم واكبر ماراثون دولي في الشرق الاوسط، والحدث يجذب المزيد والمزيد من المتابعين من ارجاء لبنان ومن خارجها، ممن يجمعهم حب المشاركه في السباق. شيرين خضرة واحده من المتدربات تحت قياده إلما، وهذا هو اول ماراثون تشارك فيه، ومن ثم تشعر بضغوط الرغبة في تحقيق النجاح. وتقوم شيرين خضرة بجمع الأموال لصالح الأطفال المصابين بالسرطان، وهي القضية التي يرعاها ماراثون هذا العام. وفي يوم السباق الكبير أنهت خضرة الماراثون في زمن قدره 3 ساعات و48 دقيقة. بالتأكيد الجري وممارسة الرياضة بيكون لها أثر جيد على الصحة، وأيضا اتباع النظام الغذائي المخفض للكوليسترول بيساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وده اللي أظهرته دراسة أمريكية حديثة. الحقيقة الدراسة والأبحاث أوضحت أن النظام الغذائي المعني بخفض الكوليسترول واللي بتضم المكسرات وبروتين الصويا، الخضروات الورقية والألياف والشوفان، لوحظ فعاليتها في خفض ضغط الدم المرتفع عند طبعا مقارنة النتائج المتوصل إليها مع نظام غذائي آخر بيعمل على خفض أيضا الضغط المرتفع. وللأسف يعد ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول من أهم عوامل الخطر الرئيسية اللي بتساهم في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة بين الأشخاص اللي بيعانوا من تاريخ وراثي لهذه الأمراض. الدراسة الجديدة أكدت أيضا على أهمية التغيير في النظام الغذائي ونمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة في ظل يمكن التوترات الحياتية والنظام الحياتي والريتم السريع والوتيرة السريعة الناس بقت بتمشي فيها
الحياتية والضغوط الحياتية المختلفة، يمكن دي محاولة لتقليل أثار هذه الضغوط من خلال ممارسة رياضة، من خلال اللي ما عندوش فرصة ممارسة رياضة على الأقل اتباع نظام غذائي بيحاول أن يقلل من الأثار السلبية للضغوط الحياتية اليومية. صحيح، بس هي المشكلة كلها احنا عندنا الرياضة مش جزء من حياتنا، يعني مش عارفين نخلي ولا حتى النظام الغذائي للأسف. يعني احنا عايشين حياة كده وبنفوجئ بعد كده بقى ان احنا بنيجي في مرحلة عمرية مشاكل صحية بتقابلنا وكده. يعني نتمنى ان الجزء ده يتغير، الواحد حتى لو ينزل يقدر في المنطقة اللي محيطة بيه 10 دقايق ربع ساعة يقدر يتمشى، بالتأكيد هيكسر من روتين الحياة وفي نفس الوقت هيكون في فوائد صحية وذهنية كمان ليه. بالتأكيد احنا مستمرين معاكم في هذا الصباح حتى العاشرة، نوافذنا الحوارية بالتأكيد هنفتحها معكم بعد هذا الفاصل، وبالتأكيد على رأس الساعة موجز لأهم وآخر الأنباء.